أحسن الله إليكم شيخ الكريم. شيخنا أم هدى من السعودية تسأل وتقول: هل جميع الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم هي صحيحة وثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من فضل الله عز وجل على الأمة أن حفظ عليها دينها، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. من حفظ الذكر حفظ تفسيره وحفظ التطبيق العملي له، ومن ذلك حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيض الله للسنة هواة يروونها، وقيض لها طلبة علم يتناقلون هذه السنة، ثم قيض لها علماء يقومون بتسجيلها وترتيبها، وقيض لها نقادا يبحثون في أحوال رواتها وأحوال رجالها، ويبينون حال كل راو لوحده وحال كل رواية لوحدها، ويقارنون الروايات بعضها مع بعض. ولذلك فإننا نجزم بأن الله حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يمكن أن يوجد حديث ضعيف لا تتبين الأمة ضعفه، ولا يعرف علماء الحديث أنه كذلك، ولا يمكن أن يخفى ضعف حديث من الأحاديث على علماء هذه الأمة. وذلك من ضمان الله وعهده بحفظ هذا الدين. ومن حفظ هذا الدين أن هيأ الله هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين كتبوا المؤلفات والمدونات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر هؤلاء الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، فقد بذلوا من أوقاتهم ومن جهدهم ومن عملهم ومن انتقائهم في البحث عن أحوال الرجال وعن حال مروياتهم، بحيث ينتقون من هذه الروايات أصح الروايات. ولذلك فإن الإمام البخاري وهو عالم من علماء الأمة وكبير من كبارها وعالم بأحوال الرجال، قد ألف المؤلفات العظيمة في سبر أحوال الرجال، حيث ألف كتاب التاريخ الكبير الذي ذكر فيه أحوال الرواة، وهكذا التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير مما ذخر بتراجم رواة الحديث وبيان حال كل واحد منهم وبيان مرتبة روايته، مما يدل على أنه إمام في هذا الفن. والإمام البخاري له مؤلفات عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نعلم أن هذا إمام من الأئمة العظام، وقد تناقل علماء الإسلام في العصور الأولى فضل هذا الإمام ومكانته ومنزلته، واختبروه بالاختبارات المختلفة، وعرفوا ما لديه من أحوال عالية في ما يتعلق برواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإننا نستشعر أن هذا الإمام ليس مجرد كاتب أو مؤلف، وإنما هو إمام مدقق منتقي للأحاديث، وقد اقتصر في هذا الكتاب على ذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي صح إسنادها عنده. وهكذا بالنسبة للإمام مسلم، فهو من علماء الأمة ومن فضلائها، وهو من تلاميذ الإمام البخاري، وله عناية بانتقاء الأحاديث وروايتها. ولذلك فإن الأمة قد أجمعت على قبول هذين الكتابين بعد فحصهما وتتبع رواياتهما والمقارنة بين هذه الروايات، فتلقت الأمة الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، بالقبول. فكان هذا مما يدل على علو مرتبة هذين الكتابين.